بينضم إلينا دكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية. برحب بك فندم. أهلا وسهلا يا فندم. مصر على لسان الرئيس بتنتهج نفس الطريق في الحديث المنضبط عن أزمة سد النهضة. حضرتك تابعت حوار الرئيس حول هذه النقطة إزاي؟ تأكيد للمبدأ الذي طرحه الرئيس بالتقاسم العادل للمياه والتنمية في أثيوبيا هي فرحة لكل المصريين، كما لا يحق للأثيوبيين أن يعطشوا المصريين أيضا. وبالتالي خطاب الرئيس كان مكملا بدبلوماسية شعبية أمام منتدى شباب العالم بأن مصر تسعى وتفتح ذراعيها بدبلوماسيتها والقانون الدولي في تقسيم المياه بشكل عادل وعدم الجور على مصر، لأنه يهدد طبعا المصريين ويمنع المصريين من أن يحققوا تنميتهم كما ترغب مصر أن تحقق أثيوبيا أيضا تنميتها. وبالتالي الدول الراقية والقيادات العقلانية تسعى إلى البناء والكسب المشترك بين الدولتين بعيدا عن الحديث عن توترات أو توقف التنمية هنا أو هناك. وبالتالي الرئيس كان واضح جدا النهاردة في تأكيد وجهة نظر مصر الثابتة في حق التنمية المشترك وحماية الحقوق المائية من دولة المنبع إلى دولة النصب، وده أمر كان واضح جدا نظمته القوانين الدولية والخبرة الأوروبية عالجت هذه المشكلة في الراين والدانوب. وبالتالي في يعني موضوعات لقضايا الأنهار الدولية عولجت بشكل منضبط وعقلاني، وهذه هي المحطات التي طرحها الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المنصات الدولية وأهمها طبعا منتدى شباب العالم.